نجاسة نجاسة الكلب. الكلب نجاسة الكلب فيها خلاف، فمذهب المالكية وأهل المدينة أن الكلب غير نجس، لأن البخاري أخرجه في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير شيء من رقه، ومع ذلك قال: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فدل ذلك على طهارته. وأيضا فإن الشرع ربط الحياة بالطهارة، فالشاة من الغنم ما دامت حية هي طاهرة إجماعا، وإذا ماتت من غير ذكاة فهي نجس إجماعا، والعلة تدور مع معلولها، معلول أقصد يدور مع علتها حيث دارت، فوجدنا أن الحياة علة للطهارة. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي ولغ فيه كلب في صحيح مسلم، فقد اتفق أهل الحديث على أن لفظ فليرقه شاذ. وأما غسل الإناء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله سبعا، وجاء فيه أيضا إحداهن بالتراب، وذلك عند المالكية ومن معهم تعبدي لا تعللي، فالأمر فيه راجع إلى التعبد، لأنه لو كان تعلليا لكانت الطهارة تحصل بأقل من هذا. والمالكية يرون أن هذا مقصور على محل النص، وأنه لا نظير له في الشرع، لم يذكر لنا أن أي شيء يغسل سبعا صحيح لأجل نجاسته، فلذلك حملوها على التعبد.